والدي 1964 عمره 60 سنة، وأنا الحمد لله تابعت دراستي بأريحية وتخرجنا من 15/7 سووا لنا حفل تكريم تخرج لطلاب العلوم السياسية وباقي الأفروع الاختصاصات العلمية. قدمنا البكالوريا ب 2018 أنا وابني محمود، يعني بعد انقطاع 35 سنة تقريبا، يعني 35 سنة انقطعت عن دراسة تماما. رجعنا أنا وابني، شجعته وقدمت معه تشجيع له ابني، شجعته وقدمنا سوا ونجحت، نجحنا سوا وجمعت 164 بالأدبي، يعني مجموع كويس. والله سجلنا، أنا سجلت علوم سياسية وابني سجل أدب إنجليزي. النزوح أخرني على الدراسة كثير، وهون تقريبا صدمة شبه إنه رح أترك. والله وضغطت على حالي وقدمت شي 17 مادة بفصل واحد بالتكميلي، قدمت الكل والحمد لله ونجحت، انتقلت، نجحت ب 14 حملت 3 وانتقلت وتابعت الدراسة بشكل طبيعي. طبعا كان شيء مشرف، اللي كان شيء يعني شيء بيرفع الراس، انه نحن الوالد هو قدوه وهو يعني مثال يحتذى به لكافه الطلاب من جميع الاختصاصات.